المواصلات واقف براك والهم عاصف. أهلا بكم ضيفي داخل الاستديو المهندس مخطط مدن فائز حسن قرناص مختص في قضايا النقل والمواصلات. أهلا بك باشمهندس. الله يبارك فيك ومرحبا بكم، وأنا سعيد جدا جدا أن أكون في حضرة السوداني 24 وتحدث عن أزمة المواصلات. نعم أهلا بك. طيب بداية، في لقط كثير حول مسألة أزمة المواصلات بين إنها مفتعلة وبين إنها حقيقية، خلينا نفصل في الحتة دي قبل ما ندخل في محاورنا الأساسية، فهي مفتعلة ولا حقيقية؟ الحقيقة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة أزمة المواصلات ممكن تقول على مفتعلة في الوقت الحالي، لكن هي حقيقية لأنه كانت بدت من فترات. يعني أزمة المواصلات هي ما بدت وليدة بعد الثورة، بل هي كانت مؤشرات الظاهرة من تقريبا من 2010. المواصلات قبل 2010 ولحد 2010 كانت بتدار بجهة واحدة تقريبا، هي اللي بتقوم بكل العمل ديت، وما كان بتحصل أزمة مواصلات في الوقت ذاك إلا لأزمة البنزين أو الوقود. اللي حدث أنه في السنين الأخيرة أنه المواصلات بقت الجهات المسؤولة منها وبتقوم بها وبتشارك في همها وبتشغلها بقت متعددة، بقت في تقاطعات كثيرة جدا جدا بتحصل في إدارتها. في إمكانية أنه نسميها الجهات الكثيرة دي ذات نسميها؟ طيب، هي أزمة المواصلات حسب المواصلات عموما في كل الدول مفترض تكون في جهة واحدة هي بتقوم بإدارتها، في كل الدول بتكون في إدارة بحسب مسمياتها. يعني عندنا هنا الإدارة العامة للنقل والمواصلات، نعم، هي الإدارة العامة للنقل والمواصلات هي واحدة من إدارات وزارة البنية التحتية والمواصلات، نعم، هي الجهة المعنية المفترض تقوم بالشغل. طيب الآن الجهات الكثيرة، الجهات الكثيرة دي هي نبتدي أن المحليات الموجودة في ولاية الخرطوم اللي هي 7 محليات عندها في القانون بتاع الحكم المحلي بند بيديها إنه هي تشتغل شغل المواصلات قسم قانون الحكم المحلي. طيب البند ده بيعتمد على أنه هذا جزء من إيراداته، وحسب قانون الحكم المحلي أنه كل محلية إيراداتها دي حقتها هي، ما الإيرادات والعمل ديت ما بيبقى ولائي، بيبقى شنو محلي. طيب المحليات دي هم كلها حسب شغلها، أنه هي طبعا إيراداتها ما تفرض فيها للولاية وتفرضها للحكومة الاتحادية، وفي دي في نقاش كثير وصراع شديد، تقاطع مصالح، تقاطع مصالح كثيرة، إيرادات مفروض تورد للمحلية المعنية. المواصلات عندنا في ولاية الخرطوم بتختلف، يعني قانون الحكم المحلي المطبق على كل ولايات السودان يصعب عليك أن تنفذه في ولاية الخرطوم. ليه؟ الولايات الثانية النقل فيها داخل من محلية لمحلية، يعني تقريبا سفري، لكن احنا عندنا في 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 ولاية الخرطوم المواصلات ما بتكون داخل المحلية المعنية، احنا عندنا المواصلات بتتحرك من محلية لمحلية أخرى، وقد تتحرك لمحلية ثالثة ورابعة، فمن فين بيكون مسؤول من الشغلة هذه؟ المحليات هي من حقها تأخذ الإيراد، لكن تكون محلية تدير عندها إدارة نقل برا زي ما حاصل الآن، حيث كل محلية عندها إدارة نقل، دي تدير برا ودي تدير برا ودي تدير برا، ما بتحلم. طيب في المصلحة الإدارة الأساسية تكون عامة، المصلحة الأساسية اللي ممكن تبقى لنا زي الحل هنا، هل المفروض كل محلية تأخذ إيرادات من المواصلات وتحصل تقاطع المصالح اللي لسه احنا بنتكلم عنه ده، ولا المصلحه بتقول انه الاداره تكون واحده والايرادات ترجع لجهه واحده والمحليات ترفع يدها من المواصلات؟ طيب المصلحه كالعادي، المصلحه انه الاداره تكون واحده، يعني الاداره تكون واحده، والاداره دي هي بتكون توحيد لكل ادارات النقل الموجوده في المحليات 7، تكون تحت اداره العامه للنقل والمواصلات اللي هي تابعه لوزاره البنيه التحتيه. موضوع الايرادات ده حله سهل جدا جدا، وكان في مسعى فوق لكن ما تم، انه اصلا كل محليه بتعرف خطوط مواصلات المصدقه ليها في محليتها، وبتعرف مواقف اللي هي موجوده فيها، فمشاركه مدراء الادارات الموجودين في كل المحليات ديت في الاداره العامه بمتابعه الشغل، ده بيقدر ياخذ استحقاقاتهم اللي هم بيعرفوها، يعني تبقى ممكن تتوحد كلها. احنا هنا بنتكلم عن مرتباتهم، عن حقوقهم انها تجيهم من الاداره العامه، هم الان استحقاقاتهم بياخذوها من الايرادات اللي هم بيتلقوها من المحليه بتاعتهم، ما بتجيهم اي استحقاقات من الاداره العامه، صح؟ لا ما بتجيهم، هي 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 المشكله، ما مشكله انه حقوق وعدم حقوق الناس العاملين. طيب هي المحليات بتعتبر هي مورد، احد مورد، احد موارد المحليه، موارد المحليه،
طيب هي بتعتبر إدارة واردة. انت بتتكلم عن انه المحلية تاخذ استحقاقها من الإدارة العامة مباشرة او من وزارة المالية مباشرة، ما تحتاج انها تكون عندها ما من اي جهات ما، لانه ممكن يحسب، يعني ما صعب عليك انه انت تقدر تعرف ايرادات كل محلية، والان موجودة او الايرادات كلها تمشي وزارة المالية وتتوزع ميزانيات تتوزع عليهم لكل المحلية، لانه في فرق بين انه تكون انت المواصلات ما هي استثمار، هي خدمة. خدمة نعم، الخدمة تقدم على الاستثمار. أنا ما بيفرق معي، أنا حسك في ما تفرق مع الإدارة العامة للنقل والمواصلات وزارة البنية التحتية أنه القروض دي تمشي لين، لأنه كمشت المحلية ولا كمشت المالية ولا كمشت الوزارات هي في النهاية ترجع للمواطن بصورة أو بأخرى. لكن بهمنا أنه من الصعب جدا جدا، ودي المشكلة، إحنا لنا 10 سنوات نلقى التراجع ده حاصل، من الصعب جدا جدا أنه 7 محليات تدير النقل. يعني ليلة إذا ساعد محليات مثلا بحري تدير تحل مشكلة نقل مواصلات للمواطنين بحري ما بتقدر، لأنه مرتبطة بمواطن أمدرمان بمواطن الخرطوم مواطن كده. إحنا متعامل مع محليات يكون مركزي. أيوة إحنا متعامل مع محليات مواصلات متداخلة. إحنا متعامل مع محليات الفاصل بين كل محلية شارع زلط من نهر وكبري. فلا مواصلاتنا إحنا مفروض يكون. طيب بس مهندس الآن برضو في إحساس عام كده عند الناس، والإحساس ده حتى بينتقل للمسؤولين لما يمسكوا المسؤولية. حتى أذكر إنه في العهد البائد يعني كان في أكثر من مسؤول من ضمنهم عبد الرحيم محمد حسين تحدث عن إنه مشكلة ولاية الخرطوم ده أنا بقدر أحلها، قال وتحدث يعني عن الإعلام بهذا الأمر. في إحساس عام إنه الأزمة أكبر من إنها مشكلة مواصلات. هل أنت بصفتك مهندس مخطط مدن، التخطيط الموجود الآن في ولاية الخرطوم، مواضع المواقف نفسها، طريقة إدارة المواقف نفسها، الطرق اللي بتمشي فيها العربات، الأزمة أكبر من إنه تتوفر مواعين بمسألة تخطيط بصورة عامة؟ هل الأزمة دي يمكن إنه تجلس جهة معينة وتحل الأزمة دي؟ لأنه في إحساس عام كده إنه الموضوع ده مشربك بصورة كبيرة يعني. طيب. ممكن إحنا أساساً لو كان الشغل ده من ناحية تخطيطية تتولاه وزارة التخطيط العمراني بالولاية، ومن ناحية تنفيذ بنيات تحتية وتشغيل مواصلات بتتولى وزارة البنية التحتية. يعني احنا ثبتنا ان المحليات ترفع يدها ويبقى إدارة ترفع يدها وتاخذ استحقاقاتها، ما فيها مشكلة، تبقى الوزارة هي المسؤولة. طب دي نقطة أولى. ثاني ممكن يحصل شيء. طيب المواصلات اللي بتكلم عليها الحاصل ديت، في خطط كثيرة جدا في وزارة البنية التحتية في وزارة التخطيط العمراني. نعم. بأن المواصلات تكون دائرية. ده مشروع من سنة 2000. شنو الوقت؟ في المخطط الهيكلي موجود. أن تكون مواصلات دائرية، يعني أنت ما إحنا الناس خلت حكاية أن تكون في السنتر بتاع المدينة تكون في مواقف، الناس حكاية المواقف دي بقت طرفية، التخطيط الصحيح أن المواقف تكون طرفية والعربات متحركة ما بتقف. يعني الحل الأمثل للشغلانة دي أن تكون في مواصلات دائرية، وإحنا بالنسبة للخرطوم سهلة جداً. يعني شنو دائرية؟ دائرية أنه ممكن الباص مثلاً أو الحافلة ممكن تتحرك من الخرطوم تعبر كوبري المكنمر أو كوبري الحري أو كوبري بحري أو كوبري كوبر وتمشي في شوارع معينة، وفي خطة زي ده وتمشي بالشارع مثلاً معونة أو بشارع الإنغاز أو بشارع السيد علي وتعدي بغادي بكوبري الحلفاية أو بكوبري شمبات. طب أنا بنزل أنا بنزل في نقطة، ما هو شغال دائري. شغال هل دائري. هل دائري دي معناها حوالين ولا دائري دي انه طايمه متحرك ما بقيف؟ هو دائري دي متحرك ما بقيف. متحرك ما بقيف ما معناه انه بالخط الدائري بتاع الـ 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 الخط السريع، يعني الدائري اللي لا لا ممكن الدائري دي معناها انه هي بتقف في محطات تقف في محطات، وكان في مشروع زي ده وتمت دراسته وهي شيء بس تنفيذه توقف. طيب سلوك المواطن رايك فيه شنو تجاه المواصلات نفسها وطريقه استخدام المواصلات والوقوف للمواصلات والناس السائقين المواصلات ديل ذاتهم مواطنين، والموضوع ده اصبح بجزء كبير استثماري، وطريقه وقوفهم في الشوارع وطريقه تعاملهم مع الركاب، يعني السلوك العام حقنا نحن كشعب هل هو جزء من الازمه؟ لا، السلوك ده انت ما بتطور انت بافعالك وبقوانينك وبلوائحك. يعني انا لو طبقت خطه زي ما قلت ذكرت قبل شويه، يعني في خطوط دائريه وفي خطوط عابره وفي خطوط حتى في الخرطوم مثلا مواصلات تتحرك من اقصى جنوب الخرطوم مثلا اجي بشارع جبل اولياء تدخل مدينه الخرطوم السنتر وتطلع بشارع الحريه وتمشي اقصى جنوب الخرطوم لإمايو. انا ما داير تكون عندي مواقف، انا ممكن استغنى من المواقف. طب كيف تقدر تضبط تعريفها؟ انا بركب من دي حته لحته ما زي الزول بيركب الخط الدائري ده كامل، كيف ممكن نضبط التعريفه زي دي مثلا؟ لانه في مصالح هنا بتاعت ناس برضه. طيب التعريفه دي اصلا اتعملت لها دراسه ومشت شوط كبير، بان التعريفه ما تتحسب بهواء الناس، تتحسب بالكيلومتر.
بتتحسب بالكيلومتر. انت بتحسب الزول الراكب ده بتيكت معين انه يخش مدينه الخرطوم ويطلع منها. كيف ما بحسبها انا بمزاج، بحسبها بالكيلومترات واتعملت. طب انا كراكب كيف بتقدر تحسب لي كيلومترات براي عشان تحاسبني بها؟ لا انا بحاسبك حسب الخط وحسب المسافه اللي انا محدده في التيكت. يعني انا محدد التيكت مسافه كذا كيلومتر بيدفع 10 جنيه او بيدفع 5 جنيه. انت بعد لو لو بقى عنده 2 كيلومتر او عنده اقل بيزيد بتنقص حسب. انا بفتكر انه حل مشكله المواصلات بتمثل في انه زي ما ذكرت هسه النقطه الاولانيه دي، وفي في في مواضيع ثانيه بحب اذكرها، انه المواصلات في ولاية الخرطوم تتدخل فيها جهات ما معنية بالمواصلات. يعني في جهات زي نغابة سائغين الحافلات، أنا عمري ما شفتها في 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 مدينة من مدن العالم حتى دول العالم الثالث، أن النغابة بتكون شريك معاك في أنه تتحصل إرادة المواقف. وقدر ما تكثر الجبايات قدر ما يكثر التذكرة بالنسبة لي. طيب الحكومة الآن قادرة على حل الأزمة رغم الظروف الاقتصادية الموجودة في البلاد؟ لأنه يعني الظروف واضحة بالنسبة لي. غادر إذا اتخذت بعض القرارات. زي شنو مثلا زي ما ذكرت حسا أنه تكون الجهة واحدة هي المعنية، وكل المحليات إدارات النقل بتاعتها تتوحد في إدارة واحدة. غادرة إذا كان شركة المواصلات تشغيل بساطة تكون تحت إدارة النقل العام. تابع لوزارة البنية التحتية. الليل إحنا عندنا الباصات بتاعتنا بالشغيل الشركة شركة المواصلات تشغيلة للباصات للمكسب المالي. أنا ما ده وضعي غير صحيح. أنا ما جبت دي خدمة. أنا مفترض أنه زي ما ذكرت ما خدمة ربحية، يعني خدمة للمواطن. أنا بفتكر أنه الإدارة لما تكون موحدة ومدراء النقل في المحليات هم مشاركين في اتخاذ القرار ومشاركين في الشغل ده ومتعاونين مع بعض وبيحلوا المشكلة دي بحسب برنامج يحدد في نهاية اليوم. يعني أنا حسب دراساتنا وحسب ما شفنا إدارة النقل العام شغولة بيبقى بعد الساعة 10 المدراء دي بيقعدوا بيشوفوا اليوم الثاني عندهم كم حافلة جاهزة وغيره. طيب بيضعوا خطة. طيب مواعينك بتاعت الحكومة قليلة بالنسبة للكثافة السكانية الموجودة الآن. الجزء الأكبر العبء الأكبر قاعد يشيلوا منك القطاع الخاص الفردي كمان، مش قطاع خاص شركات بتاعت مواصلات، وإنما فردي. أنا عندي عربية بطلع بشتغل، اشتغلت خلصت أو اكتفيت أنا ماديا من اليوم ده، أنا برجع بخلي هنا خانة فاضية. طريقة إدارة، يعني في تجارب بتاع الدول أخرى إنه حتى القطاع الخاص والشخص الفرد اللي عنده عربية داري شغلة في المواصلات لابد إنه يدخلها تحت شركة، وهي الشركة يكون مسؤولة من القوانين تنظيم العمل بينه وبينه، والشركة في بينه وبين شركة المواصلات الأساسية في قوانين بتاع التنظيم العمل. يعني في تجارب زي دي. الآن القطاع الخاص هو الشغال بصورة طيب كبيرة يعني، وإنت مواعينك بسيطة كحكومة. هي القطاع الخاص هو الشغال، لكن في أسلوب علمي وعملي ممكن يطبق على القطاع الخاص. أنا القطاع الخاص ده ما بدي تصديق، أنا بدي تصديق، ما بيجي لي قطاع خاص بيجي يشتغل. التصديق ده لما يكون موحد في جهة واحدة، بموجب التصديق ده انا بقدر اضبط طريقه عمله. بقدر اضبط انه ادي وقود قدر شنو، والوقود البديل ده ينتج لي بيه. بضبط انه هو اشغله متين واشغله وين، اما انا بصدق له الخط. انا لما تكون جهه واحده انا بدراسه عامه، انا بدرس كل الكثافه السكانيه وتحركاتها و و و ومحتاج انه في الحجوز في كم باص ومتين محتاج لهم، محتاج لي معارف جبل. انا كجهه لما تكون واحده تضع دراسات والناس كلهم يقعدوا في ترابيزة ويدرسوا، في دراسات زي دي بدأت يدرسوا كلهم، أنا بصدق لي صاحب العربية الخاصة العربية الحافلة ديت بصدق لي، وأنا الخط بصدق لي التعريفة وبدي له وقود وبدي له ممكن أدي له بسعر تفضيلي عشان هو كده. فأنا بالنهاية أنا بحكم عليه، لكن حس الفوضى الحاصلة زي ما قلت لك كل جهة شغالة في النقل. النقل بالنسبة لي حاجة مستباحة. إذا أنت الآن يعني تحدد أزمة المواصلات إنها إدارة أزمة المواصلات نفسها هي المعضلة. هي المعضلة. جميل. أنا الملف ده كبير طبعا وأزمة كبيرة جدا ويحتاج زمن أوسع من كده. أنا للأسف زمن الحلقة انتهى. أشكرك المهندس مخطط المدن فائز حسن قرناص مختص في قضايا النقل والمواصلات، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا، نتابع هذا الملف بكل تأكيد في حلقات أخرى من هذا البرنامج أو من برامج أخرى. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، السلام عليكم.